بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة. استجابة لتوجيهات سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه، وانطلاقا من مسؤوليتنا الحكومية في مواجهة الظرف الاقتصادي الاجتماعي الاستثنائي الناتج عن جائحة كورونا، عملت الحكومة ومتابعة حثيثة من دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على وضع مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية لمساعدة أهلنا من المواطنين والأسر التي تضررت مصادر رزقهم ودخولهم بسبب هذه الجائحة. هذه البرامج ترتكز إلى قيم التضامن والتكافل التي هي ركيزة أساسية في مجتمعنا الأردني الأصيل. التكافل من أجل الوطن هو جوهر هذه الجهود والبرامج التي تأتي كخطوة ضرورية تتكامل فيها مسارات الرعاية والوقاية الصحية مع الحماية الاجتماعية في مواجهة هذه الأزمة. من خلال هذا الإيجاز الموسع يتفضل دولة رئيس الوزراء ومجموعة من الزملاء الوزراء والمسؤولين لإعلان هذه البرامج، وستكون تفاصيلها متاحة للمواطنين سريعا عبر وسائل الإعلام وعبر منصاتنا الإعلامية الرسمية، وسيكون هناك شرح لآليات تطبيقها ومنطلقاتها والأهداف المرجوة منها. وسيبقى الأردن بخير بإذن الله، لأن قيادته وأهله دائما سباقون للخير. قدوتنا دائما جلالة سيدنا حفظه الله، الذي بادر اليوم بالتبرع لحساب وزارة الصحة، كما قدم دعما ماليا سخيا لبرنامج دعم العاملين بالمياومة، الذين لطالما أكد جلالته حفظه الله على ضرورة إيجاد الوسائل الملائمة والكفيلة بتوفير الحماية لهم وتلبية احتياجاتهم المعيشية الأساسية في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها، وهو أكبر من أو أكبر التبرعات ضمن حملات التبرع التي شهدناها خلال الأسبوعين الماضيين.